انتقل الى ملف اخر، نادي الزمالك. ايه تمام. وضع نادي الزمالك اليوم اللي هو النهارده السبت الساعه 11 الا 5؟ بص يا فندم، انا عشان الموضوع دوت اكيد احنا متابعين الملفات، واحنا كجهه حكوميه احنا ما قدمناش غير اننا ننفذ قانون، وطالما المؤسسه نفذت القانون بالشكل اللي موجود خلاص، وبنتابع يعني بعض. لا 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 مش فاهم يا فندم، هي المؤسسه يعني نفذت ايه؟ طيب احنا يعني الموضوع ان كان في بعد تنفيذ الحكم كان لازم يبقى في يعني خروج رئيس النادي ومجلس الاداره بيكمل، والحكم ما قالش مين يمسك. احنا بعتنا وكان في عدم تنفيذ في فتره، لكن مجلس الاداره بعت لنا، والمستشار مرتضى قال انا من تلقاء نفسي هنفذ القانون،